انا تزيد وحق الله العظيم ما خليته على الله ياخذ فيه الحق. كما دار لي هادشي لبناتي وعذبني في حياتي وبعد ما كافحت معاه، راه عباد الله انا راه مشيت راه نكست راه حلبت راه سهرت راه ما كنتش كنعس قسما بالله، حتى كتنعس الام ديالو الله يرحمها عاد كنعس. انايا شتي داك الزيت العود اللي كانت كترجع في الفطور ديال الناس وداك الكوفيتير وداك الشيء، قسما بالله كنت كنديرها في قرعه ديال الجدران وكنجيبها لولادي. وعييت انا ما نخدم، راه وليت عيط قصيره كندخل نخدم بتاع عربيات راه كلشي طامع فيا، وانا كنخدم وكنلبس جلاب كنلبس جلاب موسخه طابليه فوق منه موسخه، ورغم ذلك بنادم ما نكذبش عليك اختي طامع فيك بنادم. انا صافي انا ولادي والله الا طرات لي شي حاجه ولو وقعت لي شي حاجه والله ما عرفتش ولادي عاد الله فيهم، شوفوا اش ديروا لهم قسما بالله، حيت ما عندي والدين ما عندي عائله ما عندي حتى شي حاجه. من هنا والله كنطلب من الناس اللي شافوني وعرفوني طرات لي شي حاجه ما عرفنا الموت والحياه، يتهلاو انا في ولادي قسما بالله باهم لاهم. الدري انا كنقول لها غير مالك، يقولي لي مالك شنو طرا، كنقول لكم بركو، كتقول لي ماما الحاجه الوحيده شدي لي على راسك يرجع لي اللور، كنقول لها راه شادر، كتقول لي لا والو. الدري ولات كترد ملي مشيت ديتها للسبيطار كتبوا لي ايرجون سكانير، يعني الدري مهلوكه مهلوكه عرفتي الدري صافي عينها عصبه وتكترد يدك شي قهوي. مشيت ديتها عالج بنتي بقيت معاها بشويه، مره نمشي مره نبرك بحكم ان هاد الدريه اختها تاهي متبعه لها عندها فقر الدم الحاد وعندها البلاكيطات زيرو، البلاكيطات عباد الله زيرو نورمال يعني كيف ما قلتي لي، وانا شفت البارح في الدار عندك كلشي كلشي الوراقي الوراقي هانتوما يعني تغديتي ما تعشاش سي نورمال، الدراري غيجيهم فقر الدم غيجيهم اكتئاب غيجيهم بزاف بنتي باش متبعه عليها هانت عندها مشكل في الطيحان منفوخي ليها عندها هانتي ديما الوراقي ها هما ديال 20 غش كلشي شوفي الوراقي. والدريه الكبيره عندي صافي مرضت ليا مرضت ليا عرفتي راه ولات كتقول باغا عاد تنعس، كنقول لها فيقي شويه يلاه نخرجك شويه، كتقول لي ماما باغا عاد نعس انا ما انا صافي انا بابا خرج لي على راسي. الدريه بنتي صافي عرفتي ما انا كنشوف بنتي ضاعت صافي عرفتي كانت كي دايره وشو كي ولات كلشي كيقول لي بنتك بنتك كي دايره دابا صافي. ما دارلك ما دارتش بي لا شكايه لا والو، لان شوفي ما درنا به حتى شي حاجه في حكم انني بركت من بعد هاد الحادثه بركت مع عليا ما بيوس وكنداوي بناتي بلي قسم لي الله وقلت لهم سكتوا رباكم هذاك، واخا يضربك راه باك هذاك، واخا يقتلك مثلا يقتلك راه باك هذاك، ما عندك ما ديري لي انا باركه ما عليا ما بيا. حتى كيدو معايا كيدو معايا صاحب الدائره، الو السلام عليكم. وعليكم السلام، واش انت بنتك فلانه بنتك فلانه؟ اييه. داعيهم باهم رافع بهم شكايه، تصوري الدريات كيفاش غادي يدعيهم باهم رافع بهم شكايه؟ الرحيم تقلبت للشكايه ديال اش هاد الشكايه؟ انه قال لهم راه جاو عندي عنفوني بناتي فعلوا لي دار لهم حتى السرقه، هو اصلا دائما حياته كامله ما كان عنده غير نوكيا، يعني ما عمره ما خدم بالطاكتين ما نكذبوش، ما عمره ما شت عنده انا حتى الان عنده غير نوكيا نوكيا العادي رغم عنده الملاكات كما قلتي لي لا والو هو عنده لا 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 هو من ناحيه التليفون عنده غير هذا، ولكن
دار لهم هادشي كامل. انا قلت هو كيفاش هما كيقولوا لي من انا غدا مع الربعه جي شوفي بناتك اشنو واقع. انا مشيت ديك الساعه راه بناتي هادو عباد الله واش باهم دافع بهم. انا ما فهمتش مشيت عندهم بركي استجوبوا معايا حكيت لهم ما كاين وريتهم السكانيرات وريتهم الراديوات وريتهم هادشي كامل. انا بنتي راه كنداولي على فقر الدم وعندهم بلاكيطات زيرو. راه بنتي راه الا مشات راه كتغيب. انا راه بنتي راه عارفين في الاداره وعارفين وراه كطيح ليا في الزنقه. راه حولت على قبل ديريا كتكون حدانا باش لا طاحت تجيبها ليا. راه شحال من خطره دوزوها في الاسعاف من المدرسه تداول 20 غش ورقيها ديما عندنا عندي لوريجين وعندها ديما ورقيها في الشكارته. ولا بناتي انا كيقراو راه هذا العام راه عندها اولى باك. الله يسهل عليها. لا وسهل على الجميع ان شاء الله. ملي شرحت لي الموقف قال لك لا با هما ما داير لهم ما علاش اخويا راه مشاو يسالوا مع راه حتى الفلوس ما مشاوش يطلبوا ليه الفلوس مشاو غير باش يشوفوا وتخلعوا عليه كان غابر. تما كانت الصدمه ربما هذه الصفعه عاوتاني اخرى يعني ماشي ضربت جوج المرات. عادي تصوري بنتي كتقول لي ماما غنتقابل مع بابا في كوميساريا انا بغيت نعرف غير انا اش درت لي واش من بعد هاد العصا كامله اللي عطاني غنتقابل. قلت لها ما عندك ما ديري زيدي صافي اش غندير صراحه كنحاول نتخيل نحط راسي في بلاصه هاد باركين تصوري باركين بناتي هنا وانا باركه هنا وهو بارك هنايا يعني ومنفخ وكيدوب واحد الطريقه محنج حيت بحكم ان بنتي قاصر يعني داكشي علاش مشيت انايا كيهضر وكي بواحد الطريقه ويعني بحال ما هامو حتى شي حاجه ما هامينو هادوك ما هامينو الصغار ما هامو سلطه ما هام محكمه ما هامو حتى شي حاجه. والله انا تزيد وحق الله العظيم ما خليته على الله ياخذ فيه الحق كما دار لي تجي لبناتي وعذبني في حياتي وبعد ما كافحت معاه راه عباد الله انا راه مشيت راه نكست راه حلبت راه سهرت راه ما كنتش كنعس قسما بالله حتى كتنعس الام ديالو الله يرحمها عاد كنعس وكخصني نفيق بكري بحكم العروبيه وبحكم كنت كنحلب معاه كنت عاونتو يعني ماشي عيجا ودار هذا الشيء اللي فيه هو دابا في الاخر ما خديتش حقي. فين عايشه دابا؟ انا عايشه مكرفصه خدمت تعيت ملي كنخدم ديك الشويه الفراش ما كاينش اختي رشيده كنقطعت ما كيتغداوش مزيان كنقسم لك فمي بالله ونديك البلايص اللي خدمت فيهم انا حاليا تسوليهم وانا ماشي كنخدم في بلاصه بعيده ديري في بالك انا كنخدم غير حدا الدار كنخرج بطابليتي كندخل عرفت بقهوه حدا الدار تغسلي معان ولا حدا الدار كنخرج يعني والجيران وكلشي وانا بنت ما نكذبش عليك انا ما رضيتش لانه علاش الاب ديالهم عنده شحال غيعطيوني 400 درهم 300 درهم انا قسما بالله حتى كنشوف انايا شتي داك الزيت العود اللي كانت كترجع في الفطور ديال الناس وداك الكوفيتير وداك الشيء قسما بالله كنت كنديرها في قرعه ديال 2 درهم وكنجيبها لولادي كنقسم لك فمي بالله وحق ربي اللي شاهد عليا الله يعطيني هادشي حتى ما نرجعش لولادي كنت كنجيبو كنديرو لهم كياكلوه وديك الفترة هو كان قاطع لي السير وكان كيقول لي رجلي طوالك ديري لي في جهدك اش ندير انا اصلا هذا السير اللي هو قصير صغير السير اللي ما داير والو 300 ولا 400 درهم وقاطعه من الفوق قطع لي فترة طويلة السير ما درتش شي طويلة درت شكاية شنو درت شكاية شوفي درت شكاية بانه بالولة درت شكاية بانه بالولة جمع لي واحد القدر ديال الفلوس تعتقل مشيت زر مشيت عنده وديت ليه ولادو الكبار وقلت ليه راه انا راه هاد الاعتقار ما بغيتوش يا عباد الله وصرف على ولادك وعييت انا ما نخدم راه وليت عيط قصيره كندخل نخدم بتاع عربيه راه كلشي طامع فيا وانا كنخدم وكنلبس جلاب كنلبس جلاب مسخه طابليه فوق منه مسخه ورغم ذلك بنادم ما نكذبش عليك اختي طامع فيك بنادم ورغم ذلك حاضره راسي كنبرك سيمانه 15 يوم كنخرج عاود كنشوف بلاصه اخرى ما عندي ما ندير وكنطلب وكنقول ليه شوف صرف على ولادك جيب ليهم انت ما تعطينيش ورغم ذلك بقى توصلني لهذا الشيء ديال الطلاق. انا نكذب عليك انا صافي انا ولادي والله الا طرات لي شي حاجه
ولا وقعت لي شي حاجه والله ما عرفتش ولادي عاد الله فيهم شوفوا اش ديروا لهم قسما بالله، حيت ما عندي والدين ما عندي عائله ما عندي حتى شي حاجه من هنا والله كنطلب من الناس اللي شافوني وعرفوني طرات لي شي حاجه ما عرفنا الموت والحياه يتهلاو انا في ولادي قسما بالله باهم لاهم ما عنديش والدي ما عنديش شي حاجه اللي غيهزهم الدراري كثيرين بزاف او ست البنات وثلاثه الاولاد اش نعطيهم انا اش نعطيهم لحمي انا راه صحتي عطيتها لهم وين صافي اليوم رشيده اقصى الطلب ديالك ممكن اللي كطلبي ولا كتحلمي به شنو هو؟ شوفي انا بغيت ولادي غير ياكلوا مزيان ويلبسوا مزيان ويقراوا وعي سكنه شريفه ندخلوا نتجمع فيها انا وولادي ماشي كل ساعه يعني كنتفكر انه هو راه غادي ما عرفتش اش غايدير لي انا وليت خايفه على شي نهار ما عرفتش واخا هو بعيد مني وليت خايفه خايفه مع جنابي ما عرفتش بيني وبينه الاولاد انا من هذا المنبر كنقول لي حن في ولادك ما عرفتش والله انا تشوكيت في هذه اللحظه دابا انا كنطلب غير من الناس والمحسنين يشوفوا غير من حال هذوك الوليدات انا ولادي كنحس بهم صافي تدمروا ما واكلينش ما شاربينش ما مكسينش يشوفوا من حال غير الدراري انا ماشي مشكل انا الا خرجت نخدم بديك 300 درهم 400 درهم راه ما غادير لهم والو ما غادير لي انا براسي والو راه حنا الدوش ما عندناش في الدار راه اقل ايمان الا خسرت شي حاجه كتبقى خاسره بولا لا دارت راه كنقدروا نشريو كاع الشمعه كنديبانيو بها ما عنديش انا ما عنديش انا الدراري والله ما عنديش وما عندي لمن نعطيهم كنطلب من الناس الله يعطيهم السر ويجازيهم بخير يحنوا في وجه الوليدات صافي هادشي اللي بغيت والله انا ما باغا ليا انا والو كان بغي ما كرهتش انا شي حاجه نخدم فيها على وليداتي دخل شي مدخول شهري نشوف وليداتي تا هما اش خاصهم ونتبعهم في دراسهم باش يوصلوا ولكن راه الغالب الله والله ما قديتش والله انا براسي كنحس براسي مريضه خاصني الدواء خاصني طبيب نفسي خاصني نرتاح راه عرفتي كنبقى ساد عليا بعض المرات في البيت راه عرفتي الاكتئاب كيمشي وكيرجع ليا ولا ساكنني اخت رشيده اليوم ما محتاجاش غير الدعم ديالكم المادي محتاجه الدعم المعنوي خاصها الدعم النفسي نتمنى شي طبيب نفساني يدخل على الخط لان ماشي هي غير بوحدها او وليداتها بنياتها اللي كيعرفوا اما كنهضرش على الدري الصغار اللي باقي ما تيعرفوش انا من هذا المنبر وبسميه ديال الاخت رشيده وبسميه ديال اشواقع تي في كنطلب جميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن حنوا في هذه السيده هذه الاخت ديالنا رشيده اللي هي تحملت بزاف تحملت بزاف حتى صافي كيقول لك الصبر كيتقبر الرخام يعني ما كرهتش انا خاصها محامي باش تقاد الدعوه ديالتها من ناحيه النفقه خاصها طبيب نفساني ليها ولوليداتها وبنياتها وعباش خاصها هي ما كتقول لك اقصى طلب ديالي هو انني نلقى اشنو ناكل يعني هذه شي حاجه اللي بزاف شكرا لكم لانكم تبعتوا الفيديو وكنتمنى من المغاربه ياخذوا هذا الفيديو ويمشي لهم القلب نيشان ويحنوا في الاخت رشيده ويتعاملوا معها شكرا لكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.